نفس البروبرتي اللي احنا كنا شفناها قبل كده في اللابلاس ترانسفورميشن اللي هي موجوده عندنا هنا برضو، اللي هي الديفرنشيشن والانتجريشن بروبرتي. لو انا باخد الديريفيتيف اللي هو انث ديريفيتيف لاكس هيبقى عباره عن جي اوميجا اس ان اكس اوف اكس اوف اوميجا. اوكي، انا بتكلم هنا لو احنا فاكرين في الديفرنشيشن بروبرتي في اللابلاس ترانسفورميشن كان عندي دي كانت بتروح لاس اس ان اكس اوف ايه اكس اوف اوميجا، جيفن ان يعني كان الكلام ده برضو كان بناخد في اعتبارنا ان هي زيرو انيشال كونديشنز. اوكي، فنعتبر برضو هنا زيرو انيشال كونديشنز برضو موجوده. لو انا بعمل انتجريشن بقى كنت بروح هناك واحد على اس اكس اوف اوميجا، هنا يبقى واحد على جي اوميجا في اكس اوف اوميجا، بس هيتضاف لها بقى حاجه فانكشن في الانيشال كونديشن او مش انيشال كونديشن اللي هي الفاليو بتاعت الاكس بتاعتي عند الزيرو بتساوي كام. الزيرو دي علشان بتكلم على دي الدي سي فاليو بتاعتي، اوكي، لان هي عند الزيرو فريكونسي اللي هي الدي سي فاليو بتاعتي. اوكي، فانا لو عندي فانكشن ما هياش لها دي سي فاليو زي مثلا ساين ويف ولا حاجه، يبقى معنى كده الجزء ده هيبقى بيساوي صفر. اوكي، فبيسكلي هي الحساب بتاعها لو احنا حسبناه الاكس اوف زيرو دي هي عباره عن الانتجريشن ماس انفينيتي انفينيتي اكس اوف تي. اوكي، دي لو احنا بصينا لها كده هي عباره عن الفوريه ترانسفورميشن ات اوميجا بتساوي صفر. لو احنا فاكرين الفوريه ترانسفورميشن كان فينا اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي، لما احط الاوميجا بتساوي صفر يبقى معنى كده هتبقى الاي تو ذا ماينس جي اوميجا تي تبقى بتساوي واحد، فيطلع لنا الفاليو دي. اوكي، فدي برضو احنا ممكن نستغلها ان احنا لو عندنا فانكشنز والفانكشن الفانكشنز اللي عندنا دي عباره عن ديريفيتيف من فانكشن موجوده عندنا في التيبل، يبقى اقدر احسب منها على طول من التيبل على طول مباشره باستعمال البروبرتي دي، اقدر احسب الفوريه ترانسفورميشن بيساوي كام.